الارهاب اللي موجود في المدارس ما بيبقاش فيه. احنا عايزين جيل يطلع جيل قوي، جيل يحافظ على البلد ويحب البلد. فده تأييد، ده تأييد للقيادة السياسية، لرئيس مجلس الوزراء، لمعالي وزير التربية والتعليم، يختاركوا القلعة الحصينة في المدارس 30 يونيو ان شاء الله باذن الله. ارهاب، العلم ما بتحيش العالم، علامة رابعة في قلب المدارس، العالم مربوط، العالم مربوط فوق في اخر السرايا بتاعته بالحبل عشان ما يرفرفش، عشان ما يرفرفش. من ضمن الاغاني بتاعتهم يقول لك ابو بكر وعمر وقطب، اناشيد جوه المدارس. الله، ينفع الكلام ده؟ فاذا كانت المدرسه نفسها ما بيقولوش النشيد الوطني، واذا كانت المدرسه نفسها رابطين العالم، واذا كانت المدرسه بتاعه ابن اخو عصام المريان ولا بتاع اخو عصام العريان، يبقى اذا احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا هنحط راسنا في الارض ولا ايه؟ ده هي المفروض ان هي اللي عملته ده، عملته دي حاجه ما تقصدش بيها اي شيء، غير انه الكلام ده كليته عايزه يتمحي. لانه كل هو الوقت الشباب اللي طلع ده، الوقت اللي هو اللي بيعمل الارهاب ده كليته، ما هو طلع منين؟ ما هو طلع من المدارس دي، لان الكتب دي هي اللي بثت فيهم الافكار دي. حضرتك، احنا طول عمرنا بنحيي العلم من اول ما نيجي الصبح، واي طالب بيجي متاخر بيفضل واقف متذنب يحيي العلم في مكانه وما يروحش طابور الا لما تخلص تحيه العلم. ده دليل ان احنا بنحترم العلم وبنحترم الوطن، نشيد وقسم، مش ما بينقصش كلمه. غلط جدا، لان ده مش مظهر متحضر. احنا ما ينفعش نحتفل ان احنا بنحرق حاجه. اولا الكتب ملهاش اي دعوه بالاخوان ولا فيها حاجه غلط. زكي نجيب محمود يعني كاتب حاجات صح وحاجات حلوه، ودور المراه مش اخوان، والمفاهيم الاسلاميه مش اخوان، ده ديننا. وهي بتقول ان الكتب فيها حاجات بتحرض وبتاع، مفيش حاجه من الكلام ده، ولو كان في حاجه كنا خدنا خبر. يا ابني بص، واحب اقول ان لو الحريقه حاجه حلوه ما كانش ربنا عملها لنا عذاب في النار. ما ينفعش نحتفل بحاجه. مواجهه لغه انجليزيه، ووليت امر بنتي دلوقتي في كليه الاداب جامعه عين شمس سنه تانية، متخرجه من المدرسه من هنا من ساعه ما كانت في كي جي 1. عمرنا ما سمعنا عن كل الكلام اللي اتقال على المدرسه ده. انا بسجل حاجه واحده بس مع حضرتك، ان احنا لو فعلا المدرسه دي بتخرج اجيال بتفسد البلد او بتخرب في البلد، يبقى احنا مسؤولين عن ده، وده ما حصلش. ولو كان ده بيحصل ما كناش قعدنا في المدرسه دي ولا يوم واحد. انما هنا في المدرسه ولادنا عرفوا يعني ايه انتماء، وعرفوا يعني ايه وطنيه، وعرفوا يعني ايه حيوا العلم. اول حصه كل يوم في الدراسه موضوع تعبير عن 6 اكتوبر وعن تحرير سيناء وعن انتماء للبلد. ازاي في الرسم اول موضوع رسم يبقى عن 6 اكتوبر وعن الحاجات دي كلها؟ كل الكلام اللي اتقال ده ما حصلش. انا حضرتك، انا خريج المدرسه، انا كنت بحيي العلم، انا كنت في الكورال بتاع تحيه العلم. فطبعا اللي بيحصل في الاعلام ده عن كله كذب، لان احنا كل يوم بنيجي وبنقف في الطابور وبنحيي العالم ومفيش اي حاجه من الكلام ده. جدا، ودعمنا الانتخابات ونزلنا للسيسي وكنا لابسين تيشرتات السيسي هنا في قلب المدرسه، وبعد كده دلوقتي اللي بيحصل بيسيء للسيسي نفسه، بيسيء للنظام الجديد، بيخلي دول بيقولوا مش هو ده اللي انتوا جبتوه، مش هو ده اللي انتوا عايزينه. انتوا كده بتخدموا الاخوان وبتخدموا فكر الاخوان، مش بتهدوه، بالعكس. الكلام اللي احنا حطيناه ازيد من 20 علم، وطول عمرنا هنا في المدرسه، والقصه ده نجار معايا، عمرنا ما سمعنا بالكلام ده. احنا لما بنيجي لمؤاخذه من بيتنا الصبح بنيجي اول لما نشوف العلم بنقف نحيي العلم، عمرنا ما سمعنا احنا بالكلام ده. بسم الله، انا مستر محمد احمد، انا هنا كنت طالب في المدرسه من 20 سنه، 20 سنه من 20 سنه واحنا اتعلمنا الانتماء الوطني، من 20 سنه واحنا اتعلمنا ازاي نحيي العلم ونحترم العلم. من 20 سنة ازاي نحترم الدولة بتاعتنا؟ وازاي نحترم ثقافتنا العربية والإسلامية؟ لما كتب إسلامية تتحرق في وسط المدرسة ده ما يصحش خالص، ما ينفعش أصلاً. غير حضاري وغير سلوكي
وغير ديني اصلا. اكتر من 5 سنين في المدرسه، انا اسمي شيماء ابو النور، بقالي اكتر من 5 سنين هنا في المدرسه، مفيش اي حاجه بتحصل من كده اهوت، ولا اي حد بيجي يكلم الناس ولا بيبص افكار دينيه ولا اي حاجه. زينا زي اي مدرسه، بنعمل حفلات، بنعمل احتفال، بنحيي العلم. حضرتك لما تطلع في اي فصل من الفصول هتطلع تلاقي العلم موجود في كل مكان. انا واحده من الناس فصلي، احنا بنزين الفصول اول السنه، بنزينهاش غير اول السنه، يعني بنكون بتزين الفصول اول السنه. اطلع حضرتك شوف الفصل كله اعلام والقسم وكل حاجه. قرا كتب ما ينفعش، واحنا ايام ابن رشد عشان نقرا الكتب ونضلل الناس، الكلام ده كان ايام الناس الجاهله اللي مش فاهمه حاجه. بل بالعكس، انا عندي بس ملحوظه صغيره دلوقتي، انا مسكت دليل ايدي في المدرسه، احرقه ولا اجيب الناس تدفع؟ يعني بيبقى معايا الدليل. معنى اللي انت واقف كده دي تمثيليه سخيفه حصلت. احنا الطوابير بتطلع من الصبح، يعني ايه توقف الناس في وسط اليوم الدراسي وتمسكهم علم ويلا نحرق الكتب؟ تمثيليه سخيفه. طبق قصائدك القديمه كلها، مزق دفاترك القديمه كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه، فاكتب سلاما إلى مصر وأهلها. عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى. كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع ولم نفسر وقتها. كنا ندفئ بعضنا في بعضنا ونراك تبتسمين ننسى بردها. وإذا غضبت كشفت عن وجهها، وإذا غضبت كشفت عن وجهي، وحياؤها يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أوسها. لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها. فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. صمدت فلول الخائفين بجبنهم وجموع من عشقوك قالت قولها. يا نبشرة يا